مرحبا اعزائي الكرام، دابا غنهضروا على نهضروا على دوزيام اكزومبل دابليكاسيون. بعد ما كنا شلنا يعني سيرفاس بلان زون سيري، دابا غنهضروا على يعني اكزومبل دابليكاسيون. شوف واحد التمرين، واحد التطبيق. عندنا التمرين هذا شو تيقول ان دوبل فيتراج اي كونستيتي دو دو بلاك دو فير سيباري بار اون كوش دير سيك اموبيل. يعني عندنا واحد دوبل فيتراج، يعني جوج ديال لي فيتر، جوج ديال لي فيتر، يعني دوبل فيتراج. يعني دوبل فيتراج فيه واحد دو بلاك دو فيغ، يعني سناخدو جوج البلاكات ديال الفيغ وفرقهم، واحد الطبقة ديال الهواء فرقهم، يعني جوج ديال لي فيغ ولا لي فيتر. هنا عندنا فرقهم واحد الطبقة ديال الهواء. ليبيسور دو شاك فيتر اي دو 3,5 مليمتر. كل وحده في هاد لي فيتر هادو ليبيسور ديالها عندها 3.5 مليمتر. الى كوش دير عندها 12 مليمتر. لا كوش دير عندها الطبقه ديال الهواء عندها 12 مليمتر. لي كونديكتيفيتي تيرميك ديال هادو بجوج. الكونديكتيفيتي تيرميك ديال الفيتر كنت شفتوها قبل هي 0.7 واط متر موانز 1 دوغري سي. اي لاندا ديال لير هي 0.024 وات متر موانز دو كريسي موانز. سور لو دومين دو لا تمبيراتور اتيدي، يعني غناخدو واحد الدومين دو تمبيراتور اتيدي. بور ان شوت دو تمبيراتور دو 5 دوغري سي، فاش يقولك شوت دو تمبيراتور معناها درجة الحرارة تنخفض بخمسة دوغري سي، يعني داك ليكار ديال التمبيراتور هو خمسة دوغري سي. خدينا في الحالة داك الفرق في درجة الحرارة خدينا هو خمسة دوغري سي، يعني الفرق حنا ما تهمناش درجة الحرارة البدئية والحرارة درجة الحرارة النهائية. هي المهم أن الفرق بين هاد جوج درجة الحرارة هو خمسة دوغري سي، يعني ليكار ديال التمبيراتور هو خمسة دوغري سي، ولا تنقولو التمبيراتور عندها واحد لو شوت دو 5 دوغري سي ما بين هاد لي دو فاس، ما بين لا فاس اكسترن ولا فاس انترن. يعني هاد لي فاس اكسترن ديال لي فيتر بيناتهم واحد لي كار ديال التمبيراتور، واحد الفرق ديال التمبيراتور اللي هو 5 دوغري سي. اون فو دوموند، يعني اللي تنطلب منكم السؤال في الاول، يعني اول سؤال، كالكولي لي بيرت تيرميك بور ان فيتر اون فيتر دو 1 متر كاري و نيجليجون لي في دو كوفيسيون دو كونفيكسيون دو بار اي دوتر دو شاك فيتر. يعني هنا تنهملو لي فينومين ديال كونفيكسيون، معناها راه ما عندناش فينومين دو كونفيكسيون، عندنا فقط لي تيهمن هو لي فينومين ديال الكونديكسيون. مثلا نخدمو غير على الكونديكسيون، نخدمو غير على لوا دو فوريي بلا ما نخدمو لا لوا دو نيوتن اللي كنا شلنا قبل. هنا تنخدمو بالكونديكسيون و عندنا في السؤال الثاني غنكومباري سي بير تيرميك ا سيل كي سوري اوبتوني افيك اون سول فيتر دي بيسور ايغال ا 3.5 مليمتر. يعني دابا نخدمو على ان عندنا غير فيتر واحد لي بيسور ديالو 3.5 مليمتر ونقارنو النتائج. بالنسبة لا سوليسيون، ديال دوزيام اكزومبل دابليكاسيون في هاد لي شابيتر، عندنا دوبل فيتراج اي كونستيتي دو 3 ريزيستونس تيرميك. يعني عندنا الدوبل فيتراج يعني كاينه 3 ريزيستونس تيرميك، كاين جوج لي ريزيستونس تيرميك ديال الفيتر، يعني جوج ريزيستونس تيرميك ديال الفيتر، لان عندنا جوج طبقات ديال الفير ولا جوج طبقات ديال الفيتر اللي دايرين. اوكي، عندنا هادشي علاش نقولو دوبل فيتراج. وعندنا بيناتهم واحد الطبقة ديال هي عندها الريزيستونس تيرميك ديالها. هنا عندنا الى جينا نشوفو يعني دوبل فيتراج، الفلو اللي كاين لي سيلوزنا في داك دوبل فيتراج شنو هو؟ هو تيكون تيتا انتيريور غنقصو منها تيتا اكستيريور. و هنا و اصلا ديجا عندي ليكار ديال التمبيراتور ديما في لوغ سيرخرجكم موجب، ليكار ديال التمبيراتور هو خمسة دوغري سي، يعني تيتا انتيريور ناقص تيتا اكستيريور تساوي هي خمسة دوغري سي. وعندنا دوبل فيتراج، يعني دوبل فيتراج بالفيتر، يعني غتكون يعني هي او في على لاندا في في اس. هادي غتكون دوبل جمعات، هادشي علاش ضربنا هنا في هاد الحالة في جوج، لأن عندنا دوبل فيتراج. ولا يمكن لكم ديرو هي او في على لاندا في اس زائد او ليبيسور دلير على لاندا دلير في لا سيرفاس اس، وعاد زائد او في على لاندا في اس، هي باش تجي مدوبلة جوج مرات. لابليكاسيون نيميريك ديالنا، حيت عندنا دوبل فيتراج هنايا تنضربو، هي قلنا لي كار ديال التمبيراتور هي خمسة، خمسة في واحد اصلا بلا ما تكتبو ديك واحد لا بغيتو، خمسة نقسمو على جوج في ليبيسور في هو 3.5 في 10 ناقص 3 مقسومة لاندا الفيتر هي لاندا الفيتر هي 0.7. بالنسبة للاندا ديال
لا عندنا هي 0.024 نتناول دوك القيمة ديالها. ليبيسور ديال اللي عندنا هي 12.3، وهنا تنحول بحيث تنحولو من المليمتر للمتر باش نضربو في داك 10.3. وهنا علاش داروا هما داك هاد الفم دابا، علاش ضربوا 5 في 1؟ عندنا لا سيرفاس اس هي 1 متر كاري، وكيمكننا نضربو كاع في لا سيرفاس الفوق في داك حدا لي تمبيراتور، نضربو في لا سيرفاس علاش هنا لا سيرفاس اللي عندكم لتحت يمكنكم تعملوا بلا سيرفاس كعامل مشترك ما بين ديك لي دو ريزيستانس ولا لي تخوا ريزيستانس، العامل المشترك بيناتهم هو السيرفاس، وداك السيرفاس يمكن له يطلع حتى للفوق. فاش يطلع حتى للفوق تيولي يعني تيطا انتيريور ناقص تيطا اكسيو، نضربها في السيرفاس مقسومة على جوج في على لاندا في زائد او ديال ا مقسومة على لاندا ا، وتتعوض تخرج لكم مباشرة الفلو ديال دوبل فيتراج في هذه الحالة اللي هو 9.8 واط. Le flux traversant une seule vitre en verre pour une même surface et une même différence de température. Enfin, il y a la même différence de température, la même surface. Et là, il y a une vitre, mais il y a la tabqa de l'hawa face la rome. Il y a une double vitre, je vais te l'ajouter. Donc, il y a une résistance ouhda. Résistance ouhda, il y a une petite dose livre de l'hawa face la vitre. Donc, la résistance de l'vitre, il y a une vitre, il y a EV, qui est lambda V, la surface S. فاش نحسبو في هاد الحاله في لابليكاسيون نيميريك تجينا يعني هاد الفلو اللي تيدوزنا ان سول فيتر هو يعني تحسبوه بنفس الطريقه، لا سيرفاس ممكن تطلع كاع الفوق تتولي حدا التمبيراتور، هي لي كارت تمبيراتور هو 5 مضروبه في السيرفاس ديالنا اللي هو 1 متر كاري، تنقسمو على بيسور او في لاندا او في، تنعوضو كل حاجه بديالها وتيخرج لنا الفلو ديال ان سول فيتراج هو 1000 واط، وهي قيمه كبيره بزاف مقارنه مع فاش نديرو الدوبل فيتراج. بعد ندوزو لاناليز ديال هاد لي دو ريزولطا كومباريزون دي دو فلو. تلاحظوا بان الفلو ديال ان سول فيتراج تقريبا هو كبير 100 مره بارابور الفلو اللي تيدوزنا في داك دوبل فيتراج.